وقت اللي واحد من المشاهير يختار يعرس لحكاية عمل بوز، وقت اللي الشخصية هذه تكون اسمها مرام بن عزيزة، لهنا عنا قصة أخرى. من آخر الصيف بدأت التحضيرات، العروسة تشرف على آخر تفاصيل مراحل العرس متاعها. اليوم احنا مع مرام لاختيار روبة الخطوبة، الممثلة التونسية حريصة انه ذوقها وافكارها تتجسد كما تحب هي. روبة الخطوبة صمتها ارام، وفي الموديل هذا نمشيو الفساتين ديور متاع سنوات الخمسينات. الافراح بدات في تونس، حضور مضيق في الخطبة مع الراجل اللي اختارته مرام بن عزيزة. الحمام مرحلة ضرورية في كل عرس تونسي، وحمام العروسة عنده طقوس خاصة بالنسبة لمرام بن عزيزة، بلبسة تونسية وإكسسوارات الحمام التونسي. جو كبير تعدى في سيدي بوسعيد. احنا في واحدة من فيرمات الوطن القبلي، مرام حضر الديكوراسيون سبيسيال باش تودع العزوبية. لهنا مع الأصحاب والمقربين مرام تعمل جو كبير. مرام استدعت في الفرحة متاحة باند، اليوم وجود لباند ولا موضة في الأفراح التونسية. سهرية كبيرة كانت مع لي دي جي، أصحاب مرام لعبوا الموسيقى اللي تحبها العروسة، والمهم أنه السهرية الكبيرة تعدت هنا قبل ما تسافر من بعد مرام لباريس. احنا في باريس في الوتيل هذا، مرام بدأت تحضر في نهار استثنائي بالنسبة لها، هذا واحد من أجمل النزل في العاصمة الفرنسية والأكثر فخامة. من السويت متاحة مرام بن عزيزة عدت قريب الساعة مع التليفونات، توجه في الضيوف تنسق في آخر تفاصيل العرس. من 11 متاع الصباح مرام تقابل ستيفي ماكيور الخاص متاحة، السيد اللي تربطها به عشرة كبيرة. ستيفي يعرف ويفهم مليح مرام، يتنقل معها. المكياج المرة هذه صابر وشيك مع كوافير فيها برشا ذوق. هذه الروبة اللي قلبت فيسبوك عشية الجمعة 19 جانفي، سيرويل شيك فيز دو سموكينج مع تخين ملكية مع ديكولتي عمل البوز. ريم الغربي خدمت على كونسيبت كامل، الفساتين الكل فيهم الحلة في التاي، هذا الكل كان بطلب من مرام بن عزيزة. الروبة اللي تحكي عليها برشا في فيسبوك كيف انثبتوا فيها، هي متكونة من فوق من قماش في لون الجسم بتاع مرام، تصور قريبة كي من هكا توضح أكثر حقيقة الروبا البوز. في البلاصة هذه باش تكتب بعد دقائق عقد الزواج، قصر عريق وضخم بدا يستقبل من مادة ثلاثة في الضيوف. مع مادة ثلاثة موكب العرايس وصل للبلدية. احنا في الستيام في باريس، مرام بكامل أناقتها تدخل مع شريك العمر. مرام تعودنا عليها ما تلبش كما الناس الكل، تكسر بجرأتها قواعد الموضة التقليدية لللبسة، تتفرد تتميز وتعمل البوز. Les articles du Code civil, des devoirs et des droits respectifs des époux. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement. Respect, fidélité, secours, assistance. Mara Mouzaouja, l'absou l'chouetem li rubtouhom babadhom, farhat l'aïla, n'choufouha fi aïnin l'walid, ou l'homme li kanet fi ahla halatha. L'arayez saha ala aqd al-zawaj. Mara Mouzaouja, qissat hub twila, khtarat l'mumathla tounsiya anha tukhfiha ala l'a'lam. مرام بن عزيزة حرصت على التكتم مدة تشهر على حياتها الشخصية والعاطفية، وقليل اللي يعرفوا اللي مرام عام 2018 باش يكون العام اللي باش تدخل فيه الممثلة متاعنا للقفص الذهبي. Woo!
بعد البلدية العرايس رجعوا مع العائلة والأصحاب للنزل متاعهم. كوكتيل استنى فيهم غادي، لبست مارا مروبة تقليدية من عند نفس المصمم، برشا اجتهاد وخدمة عملت على تفاصيل الروبة الثانية مع تخين طويلة برشا، الخياطة بتاع الروبة ذكرنا بالفوطة والبلوزة التونسية. الجو هذا الكل كان في باريس. سهرية بدأت مع عشاء على شرف المدعوين، 9 متاع الليل ببين قاعة العشاء تتحل والطواول المزينة بالشموع والأطباق الفاخرة تستقبل العرايس والمقربين. تقريبا عنا 40 شخص، المقربين برشا من العروسة والعروس تنقلوا لباريس خصيصا وين اختارت مرام باش تعمل عرسها. جو كان فيه برشا رومانسية وحميمية وقت العشاء. المنيو متاع العشاء كان تعمل حسب ذوق العروسة. مرام اختارت تستدعى ضيوفها على أميوز بوش دو سيزون، على دي رافيولي، كونتر فيلي دو بوف. المنيو تقدم بفيانة كبيرة. سهرية حفلت مع دي جي جي بالذمة للعرس. دي جي متاعنا يتبع في بلاي ليست اختاروها العرايس بين الرقص والغناء والاحتفالات تتواصل السهرة. العروسة اختارت للمناسبة هذه كومبينيزون جولد، لبسة تسمح لها باش تتنقل براحة كبيرة ما بين الضيوف. مع نص الليل العرايس ذوقونا جاتوا الفرحة متاعهم بين الزغاريد والموسيقى التونسية والمغاربية والشرقية، تعدى وقت مزيان برشا. هذه هي مرام بن عزيزة، متميزة متفردة وين ما تتنقل تعمل البوز، فما بالك كيف تعرس. مرام نتمنى لها السعادة والهناء وبالرفاء والبنين.